حبايبنا. فيديو جديد، بلوج جديد، يوم جديد، طلعة جديدة اليوم، من زمان ما طالعين وماخذينكم فرة ويانا. اليوم وين رايحين؟ اكو مطعم باكر بالسلينك هايت، اوكي؟ رايح نشوفه ونقول لكم شلون الباكر مالته. يس رح نروح اليوم. اريد هاي انا الكرشات اللي يخيطوها ويحشوها. يمه متحمس من صار لي 3 ايام صايمين ما تريقنا اصلا عشان رايحين هناك. حبايبنا قبل لا نبدا هذا نبدا لا تنسوا لكم تشتركون بالقناه وشاركون هذا الفيديو بين احبابكم وشنو بعد واصحابكم وتشتركون على قناتنا التيك توك والانستغرام وكل حاجه دي. يلا تعالوا خليكم معنا. نركب السيارة، الأولاد دخلوا قبلنا بالسيارة. أوتش زلقت، شفتوا هذا شلون يزلق؟ همزين مسكت بالسيارة، شوفوا هذا يزلق الثلج. واو همزين والله كان طحت. ديروا بالكم. طبعا أحبائنا المشاهدين احنا منطلقين حاليا إلى وجهتنا إلى المطعم، وما أعرف الإضاءة قاعد أحاول أسوي هيجي وهيجي الإضاءة كلش قوية، وقاعد اسوي شعري. اوكي خليني اوريكم الطريق، وها هنا الطريق. اليوم معكم ناقلة الاخبار من ميشيغان زوزو. شوفوا الطريق، شوفوا السماء، انها بيضاء، اقصد الغيوم بيضاء جميلة. وهنا عدنا الشمس الجميلة هنا شاسعة، صحيح ام لا؟ ما رايك وانا اتكلم اللغة الفصحى أحسن منك بألفتي مرة. نعم نعم. تدري شنو؟ نسينا عنتر وعباس. عنتر وعبلة. مو أنت تقول عباس أبو اللبن بيهم؟ حبايبنا من متابعنا على التيك توك، وهاي قصة عنتر وعبلة من الشخصيات اللي إحنا نزلناهم الصراحة، وكثير ناس حبوها بس بطلنا ننزلها والله، لازم نسوي لهم دور جديد ويطلعون، صح ولا لا؟ انا صراحه متشوقه ان اروح ناكل بالمطعم، لان من زمان حاسه نفسي مو ماكله بالمطعم. على ايام الامارات كنا كل اسبوع نروح ذاك اليوم. يا شوف يا سلام اكو فيديوهات شنو ذاك اليوم تشكي اكو انا مصورت لكم مطعم. تقول الصدق كلها طلعات هيجي برا في الطبيعه الجميله. وصلنا هنا، شوفوا هذا هو عشتار، مطعم عشتار، واكو المطعم اللي يمه احنا جايين عليه. خلينا نشوف هذاك، باكر المشوار صح؟ هذاك اخر شيء اللي نريده. انت شنو راح تختار؟ اي مطعم؟ بس نشوف، ندخل ونشوف. هاي باكر المشوار الشهيره كاتبين عليها. وصلنا. هاي بس بعد راح يطلع ايلاني، اخر واحد بقى هو نايم، واخترنا نروح عند مطعم العشتار. يلا هلا هلا حبايبنا، وين وصلنا؟ اجينا المطعم عشتار، هاي اول مره ندخل بيه، دائما الناس تمدح بيه. وشوفوا خليني اوريكم الشاورما، ما شاء الله الشاورما او ماي جاد قد كبيره، خليني اصور لكم اياها. طبعا ما قصروا ما شاء الله عليهم، رحبوا بينا. اوكي وشوفوا المطعم، هير وي جو. هنا قرر وعد انه يختار، هو جاي على الباكر بس من شاف صورة القوزي قال يا ويلي ويلي تا غيرت رايي صح؟ يا سلام. طبعا نزلت الشوربة وهسه نزلت المقبلات. يا سلام شفتوا اولاد، انتوا اول مرة تجون مطعم عراقي. You like it؟ Yeah. ابو ظبي بس بامريكا، امريكا هاي اول مرة صح؟ طبعا عندي هنا منو قاعد اشرب الشوربة حق ارسلان. يلا ارسلان تعال يلا. كانها حارة، لا خلنا نظل ترجع. Here we go. ياي بردها الروحة يما. شوف هنا الشرير يما، ايد الكاميرا. اوكي خلنا اعطيه ليمونة تراي، خليه يجربها اذا حامضة. طبعا اريد اقول لكم ان احنا اكلنا وخلصنا ونسيت ما صورت لكم بالفلوج. طبعا زوزو عندها حركات ما صور. هاي بس بقى مال ارسلان، بس بقى هاي
طلبت رفوزي والاكل كله طيب كان يا الله زين. بس المهم تعرفون شنو صورت فيديوهات للتيك توك، فتابعونا على التيك توك عشان تشوفوا شنو اكلنا. يا سلام وصل الشاي. وصل الشاي. الشاي وصل. وصل. هلا هلا. هلا. يلا. ها أنا مرتب له بعد. تخبل تخبل. يلا. يلا وهاي أحلى تحية. هلا. أحلى تحية لكم. ربي يسعدكم. من مطعم عشتار رحب فيكم. وأحلى الشاي عراقي بالهين من نيد أبو إبراهيم. هلا 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 هلا. حبيبي. تعرف تسوي هي؟ ها؟ الله الله. يا سلام. أيان؟ شوف. ها أيان. أيان ما شارب فيه. الله 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 الله. واو. واو. صحة وهنا. هلا هلا يعطيكم العافية. تسلم تسلم تسلم. تسلمون. ربي يبارك فيكم ويسعدكم إن شاء الله. طبعا هنا الشاورما. هنا الحلو. الله يخليك. تسلم يا ورد. يخليك. عزيزي أنت. هاي الشاورما مال عشتار تخبل طبعا. الأكل رهيب. هاي زوزو. هاي طبعا ليش اي ارسنال قاعد يسوي هيجي؟ لانه شوفوا ايلاني شو قاعد يسوي. اقول لها ماما شوفوا هذا المطعم لانه في انا من يعني شغلات العراق، فقلت لها هاي ماما العراق يجيب ماي هوم. قلت لها اي ماما. وهنا شوفوا حبايبنا فتحنا لكم لايف واحنا ما بنصور. شوفوا اللايف هاي حبايبي اللي باللايف راح تشوفون نفسكم بال تشوفوني راح تشوفون نفسكم بال شو يسمونه الفلوج اللي ما عرفت راح ينزل. هاي خلصنا من المطعم طلعنا ورايحين على البيت وهنا بعدكم متابعينا ويانا باللايف. هلا هلا. راح تحت التليفون يا سوس راح تتحرك. يوم جديد لكن نسينا ما ختمنا الفيديو مالت المطعم اللي هو مالت الاكل اكيد. هسه راح نختمه وراح نبلش فيديو جديد، فنفس اللبس راح تشوفونه على الفيديو الجاي. انا مريض لان احنا رايحين راح نصور فيديو لكم جديد. سوس راح نختم هذا الفيديو اللي انتم شفتوه توكم. يلا قل لهم شكرا. اوكي حبايبنا لا تنسون شير هذا الفيديو ويا احبابكم واصحابكم. خلوه لايك لايك كومنت تعليقات ولا تنسوا تتابعونا على الانستغرام والتيك توك نفس اسمنا برامي روز. ونشوفكم على خير بفيديوهات قادمه. شجعونا شويه خلينا نشوف لايكات كومنتات حلوه مشاهدات علشان نستمر باليوتيوب. بس احنا مستمرين بالتيك توك بفضل مشاهدات عاليه في تفاعل كثير، فلذلك يلا تعالوا هنا على اليوتيوب والتيك توك خلينا نشوفكم. يلا باي باي, باي, باي.